بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وهو يري اتصال الضمير، اتصال تاء الضمير، اتصال لحرير سنك أي لحرير سنتو تاء الضمير، تاء الضمير أو أمس نونه نونتي ضميرت أي لحرية بالفعل الثلاثي فعل ثلاثي لها مركا واحد خلقت خبر مبتدها وسو قدروا إعرابات بنبا كبرنان لكن وحا أغفي عن إن مبتدها يسكب يسو خبر كاسته بات هذا باب في بيان اتصال تاء الضمير. وحباب يهي إن لعضينا يو اتصال تاء الضمير تاء الضمير كهيد لحريسا كذا أو نونه أو نون الضمير أما نونتي الضمير كهيد أي لحريسا ما سيد بالفعل الثلاثي فعل كي ثلاثي كأها ضمائرك واللبنة قيد وحالي هذا ضمائر ساكنة كوانا وحالي هذا ضمائر متحركة ألفتا إيواوغا إيويأدا ألفتا ضمير التثنية إيواوغا ضمير الجمع إيويأدا ضمير المؤنثة المخاطبة صدح ذا محالي لهذا ضمائر ساكنة وضمير ريبان تاء الفاعل سيدا ضرب تو إيو نا للفاعل سيدا ضرب نا إيو نون النسوة سيدا ضرب نا سدح دانا وحالة هذا الضمائر متحركة وحشي وحين نري الضمائر نوعان ضمائر متحركة هي ضمائر ساكنة ضمائر كريبان محي كريهين ألف إمك هدا ضارب ضارب هدا الألف لحرير سنتو ضربا ألفتي محي أهانسة وح ساكنة هي قاتل قاتل ألف الله حرير سنتي ألفتي محي أهانسة ساكن وانا الضمير التثنية قتل قن لبا لوتيري صوما كاللبادي وحاوية واو فعل كيها ضربا ضارب أيان وحل لحرير النواو أول كي حق حرف كون ريبي قدتي ضاربوا حرف كون ريا حركة يسن إيدونا وهي بنتهاي هي قاتل ما هي نقنصة قاتل لو يدي وهي بنانصة يأدي وحي هيد تضربوا يد تض تض ريبو يا بين الله حريرني تنم بالله صدق يا يدينا ويرى بنانا سا حين غرسا تضربينا نونتينا كدرس هذا ما نناسب كهرين واساس يا روح على الضمائر ساكنة ألف وربي هاي وغن وربي هاي يا أمونا ساسا ساكن ضمائر متحركة وام حي وتاء تاء الفاعل فا أما نون النسوة أما نا للفاعل نا دي فاعل كهيد فعل كان وقوعها ضاربا ضاربا وحين الله حريرني تاء
xarafkii ka horreeyey baa la reebayaa iyadii baa la xarakaynaya daraba marka ta loo tiriyo maxay noqonaysaa darab ta ama darab ti ama darab tu okay nuunu nisu waa la mid wuxuu ahaa daraba waxaynu la xidhiirinay nuunu niswa iyadii baa la xarakaynayaa xarafkii ka horreeyaa la reebayaa muxuu daraba maxay noqonaysaa darab na naada faacilkuna waa la mid ficilku wuxuu ahaa daraba naadaasaa la xidhiibay iyadii baa la xarakaynayaa xarafkii ka horreeyeyna waa la reebayaa muxuu noqonayaa markaa darab na okay wuxuu kugu yidhi walmuraadu waxaa loola jeedaa bitaa'i damiiri ta'dii damiirka taa ulfaacili baa loo jeedaa almutaxarikati ta'dii faacilkii xarakaysnay naxu sida qara'tu qara'tu ta'da horteed maxay ahayd qara'a bay ahayd ta'dani markay u timin bay maxay noqotay qara'tu qara'tu qara'ta qara'ti وبنون الضمير هي نون الضمير قالوا لك هذا نا وهي للفاعل نحو سيدا قرا نا ايو ونون النسوة نون تي هوانك ددك نحو سيدا قرا نا هذا هو كون قواعد فيه اذا اسند مركا لو تيريو اذا غورتي اسند لو تيريو الفعل الماضي فعل في ماضي ilaa taa'i damiiri ta'dii damiirka marka loo tiiriyo aw nuunihi ama nuuntii damiirka loo tiiriyo horta sukina aakhiruhu hullaqan iyagoo aan la kala qaadayn aakhirka waa la reebayaa sukina waa la reebaa aakhiruhu xaggiisa dambe mudlaqan iyagoo aan la kala qaadayn maxaa sidaa loo yeelayaa karaahata نعيب لنعي درتي لأجل كراهتي نعيب لنعي توالي إن إسكو حقان أربع متحركات أفر حركيسا فيما شيء إن إسكو حقان هو ماضو كالكلمة الواحدة هل كلمة ذكرة إمكا ضرب تو ولا بكلمة ذكرة سما وضرب وكلمة فعل يطعب اسمي وضميرة لكن مثل ما قال إيكتو محوه إيديا كلمة واحدة لا تأذوا اسمي لكن وهل حرف هذه الحركة يقول لي هذا ضا را با تا أما ضا را با تي أما ضا را با تو ثقة بها كتيرة محا كتيرة أظن بكل دواب مركاتي ضاربتو هي مركاتي ضربتو كبا خفيفة ضربت ما خفيفة خفاء علاقات أصل خلوق هذا عربي هو حلو النساء وفضيت ولذلك هو حضرك سوح بدون نقول يا وحلا ديبي ثقل درادي استثقارا أوكي فعل ذلك رد المرك فإن كان هدويا فعل كاتي فإن كان هدويا الفعل فعل غير ثلاثي من صدح أهين هدويا هاي أو على سؤي هاي ثلاثيا صدحا صحيح العين عين حرف صحيحة طيب فلا يحدث فيه كإمام مايو تغيير وحس بدله فعل كاسي هدوء الرباعي هاي زل زالا زل زالا أتيرتا آخر في أمرهم إلى قاعدة الله رأو صبرت سكن آخره مطلقا وحكروا لك بدل يا مجر زل زالا تأذي الحريري محين غلصة زلزل تو هيا دم دم نور الحريري دم دم نا نا للفاعل حريري دم دم نا هيا زح زح تاء الفاعل أوتيري زح زح تو هيا نور نسو أوتيري زح زح نا نا للفاعل أوتيري زح زح نا إذا واحد يسبدل أو كي يمتشره خماسي دي أكالا انطلاقا آخر كأون بالهيبة سأوحك لسبين ميسي تاء الفاعل أتيري انطلقت نون النسوة أتيري انطلقنا
نا للفاعل تيري انطلق نا نا للفاعل هيا انكسر اتيري تعدي انكسر تو نون نسوي تيري انكسر نا نا للفاعل تيري انكسر نا هيا انفتح تعدي اتيري انفتحت نا نون نسوي تيري انفتحنا نا للفاعل تيري انفتحنا سداسي وكالي استخرج تعدي تيري استخرج تو تعدي وحبينا قول بدل آخر هم على خلابة نونو نسوء تيري استخرج نا نا للفاعل تيري استخرج نا أوكي كاسي واسا كاسي واساس هديئو يهي فعل ثلاثية أو عينت أعافمات قبطوه إساغنا واللمين تصالحان ضرب طاء الفاعل تيري ضربت نون نسوه تيري نونت أن ألفت الله سعوه نون نسوه يهي محونا غنيا ضربنا نونتي ألفت كتاب ليدنا للفاعل ورنشرينا ضربنا قرأ كورا قرأت قرأنا قرأنا نصر كورا نصرت نصرنا حق حقا نصرنا وكس أوكي وإن كان هديئه يهي مضعفا مد للشدي يفك وحال كرافور تضعيفه أي الإدغام إدغام شدد اسكو شدد يهي إتقان بالله يا هذا مد أسر كيسي كعنا محوها أسر كيسي مد هذا صوما أوكي مد هذا طاء الفاعل مركز الطير سمحان فيه بس آخر كيسي محونا قرأ يا مركز مد تو أوكي مد بوها وين كرب فرني مد هذا نون نسوى نتيري كاد مرر محونا قضي مددنا سوتشيسو شيخ اوكي نعم الفاعل تيري مدد ابوها اصل كي مديد اهيدي نادا سينو تيريني كم ريب محو نغلي مدد نا اوكي مرة كتو صالح نو تعدا تيري مرر لغاية روات كرقو مرر تو نور نسو تيري مرر نا نادا تيري مرر نا هيا شدة شدة تعدى أوتير كلافر لغادة ديال سوماها شدة تعدى صوت كاسا هرابتي محونا قضي شدة تور نون تأوتير شددنا نادى أوتير شددنا فك اللفت يفك سوينا مورا فك اللفت الكينا وكو إيك فك سوماها محونا قنايا نكا تعدى أوتير سوما محونا قنايا فكك تو نون تأوتير فككنا نادى أوتيري فككنا واساس انت سنا مضاعف كي بكاها مد مددت مددنا بر بررت بررنا وان كان هدي وياي الفعل سو قدر خبرك ولا لا جرى ثلاثيا هدي صدحا يحي لكن ناقصا ناقصه ناقص محل هذا ومرك لام كدنبه كبكو معتل الله المكوف صراء ردت وحل بعليا ألفه ألفتسي إلى أصلها أصل كذي الواو أه كبدل أولياء أه يا ومحي حروف تعلد وألف يا واو يا ألفت أصل معها إما وحل غسو قديي واو أو وحل غسو قديي يا كل أصل كذي وأصل كمحان كقرانا يا مستر كي يتبع التكسير فكرات كقرانا تصال أهان دعا دعا أوكلا أصل كي وحوا دعا و ويوم مستر كي دو حويه دعوة كم عيدنا ومحي دعوات
ثلاث دعوات مستجابات أوكي دعوة أثير دمرك تأذي معنا قرية دعو تو وساس دعا ساس يكون نقط محوك لو كنت سألي مضى يا أبي أسر كي أهيت وهي مضي بالورنا يا صماها وحالورنا يا مضايا أساس وشدة للديات المضايا وأرخل ولي دونكم أهلون سيد عملص وأرقد سهرور وعرفاء جي ألور وكيل لها شنفرة مرقى وحالورنا يا مضايت مضى صماها ألف يأكد ألفتي مضيت مضينا مضينا مرتدى أثير مرنا نور نسوى أثير مرنا نادى أثير وساس ساس كل مغضى أوكي بل كل هذا هداية هي سيامها سيامها هي هذا تعدى أثير يا أبي سبت سيامها هذي نون نسوى أثير هذي نا للفاعل أثير هذي نا أساس إلى هداية يهدي هيا وإن كان هدي يهي معتل العين مدح لك بك أجوف أه فإن وسنه وسن كيسو يتغير روحه إسل بدليا بسبب التقاء الساكنين سببت هب فيقا ريبا إلا لك المي فإن كان هدي يهي هدبا أجوف كاسي من فعل باب كيف فعل أو فعل أما باب كيف فعل وحي نحن يأتهي أما ووتهي عليها وصاصها نقلت وحي فعل هاي نحن هوس لقنا أما قنيت نقلت وحا لورها حركة العين عينتي حركة ديدي إلى الفاء حرف كهرة للتنبيه سلو برانوشيو على وسن الفعل وسن كيف فعلك الكراء بحنا دوافهنا وفي سلام مثال فعل فعل تساله لوحوية خفت إنك وفعل يتأذي اللوتيري سوما ومثال فعل وضلت أصلهما خفت يضلت وحي أصل كي كي مادين خاوف خوف وضابك فعل وحي كلاو كي مادين وضاورة ضاورة وضابك فاعل لبدا سكي كلاو مادين تحرك فيهما لبدا وحي حركوا بي حرف العلة حرف كعلة وهو حرف كي وهو قبد سما وهو وانفتح وحي كرد مي ما قبله وحي كره وهو مركا ورانا خعبا كره إذا مركا لبادنا ضا فقل لبا وحي اللو بدلي ألفا ألف صار وحو نقضي خاف ألف كسمرك وريبين وضال وريبين اتصلت بهما لبدو دبا وحال حريد خاف يضال تأول فاعل تأذي فاعلك أو نونه أما نونت ضميرك نون الفاعل فسكن وحال الربي آخرهما آخر كسي لكراهة إيضا الله نعي توالي إني اسكو حقان أربع متحركات أفر حركيسا وفيما شيئا هو ماذا كالكلمة الواحدة هل كلمة ذكره فصار وحو نقضي خافت وضالت فالتقى وحا كلمي ساكنان لبا ريبا فحذفت الألف عرفتي بها لحتفي فصار وحو نقضي خفت إي وضلت فحصل وحا بعي لبس استحقل اسكو دهنان في وسن الكلمة كلمة ميسان كذبة لك رجلا وعي هل هي من فعلاء مضابك فعلاء كتمي إلا ما أنت حرف كربو كر لجين هاي أو فعلاء فنقرض وحال الله ربي حركة العين عينت حركة ذي وهي الكسرة وكسرة في خاف خاف أهيد هي والضمة الضمة في ضالة إلى الفائبة الله ربي بعد حد في حركتها كذب مركي حركة ذي وقويد للتنبيه سلو برارتيو على وسن الفعل وسن كيف فعل كريلها فصار وحو نقضي خفت وضلت ومثلهما وحالا من خفنا وخفنا وضلنا وضلنا أركنوا في السمك
isbitaal daranaa. Okay, waxaa isbeddel la sameynaya mu'talul cayn. Mu'talul cayn oo loo yaqaano ajwaf. Tusaale ahaan khaafa, intee wadaynu maranaa? Khaafa koo asalkii waxay ahayd khaawifa, oo caynul kalima maxay xarakaysnayd? Hoos dhig. Qaacida la mariyo waxaa leeyahay idaa taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qabla qulibat lcilatu alifan fasaara khaafa wuuna reebanay khaafa. Halkaa markaynu marano baa waxaa loo yimid damaa'irki ta'di na'di naadi, markaasaa dhee tah loo tiriyo. Waxaynu ogeyn qaacido ah haddii ficil damiir loo tiiriyo sukina aakhiruhu mudlaqan, soo maahayn sukina aakhiruhu mudlaqa, qaacidadaana wayna fulinaa. Waxay noqotay khaa oo saa ahayd inaynu fa'diina ka reebnay ta'deenay ku darsanay. Marka dabadna kelmaddii maxay noqotay? Khaaftu cilad baa timi. Ciladaasi maxay tahay? Iltiqaa'u labadaasaa reeban. Markaasaa leeyahay aliftan hala jiro, aliftani waa caynul kelim, marka kelmaddani waa bilaa cayn. Ogow wadadaasi waa wadadii labaad sooma saddexaad sooma. Okay, markaasaa waxaa la yidhi markii laga jaray alifta waxaa soo haray khaa kordhigan, fa reeban iyo damiirkii, soo ma? Maxay noqotay marka? Khaftu. Markaasaa waxaa la garan waayey war cayntan go'an maxay asalkii xarakaysnayd? Ma baabu facila bay ahayo, way gudnayd, mise waa baabu facila? Facdii maanta way kordhigan tahay, tii xarakada wadatayna waa tii la gooyey, loo gooyey iltiqaa'u asaakinayn. Waxaa la yidhi cayntaa go'an xarakadii ay wadatay facda ha la siiyo, facdan xarakadeeda ha laga qaado, khaadii baa fadxadii laga qaaday, kasradii wowgaasi uu asalkii watay hee baa la siiyey. Kelmaddii maxay noqotay? Khiftu. Waa markaa ta u tiiriso nuunna u tiiri khifna, naada u tiiri khifna. Okay, haye, waxaa la mid a daala daala, asalkii wuxuu muxuu ahaa? Daawula. Markaasaa la yidhi taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablaha qulibat lcilatu alifan, muxuu noqday markaa? Daala. Daala buu noqday. Halkaa markaynu maranay baynu maxaynu u baahanay? Inaynu u tiirino damaa'irkii inaan ku xidhno, ta'baynu ku xidhna. Ta'dana waxaynu ogeyn damiirku inuu aakhirka reebayo, soo maaha? Iyadoo tani inoo reebanayd baynu laamkii xarakaysnaa, un baynu maxaynu samaynay? Baynu isna sii reebnay. Kelmaddii maxay noqotay markaa? Daaltu. Faltaqaa saakina, laba saakina baa kulmay, waxay noqotay in mid la jaro. Alifkani asalkii xagguu ka yimi? Caynun. Aliftii baa layska jaray. Meesha maxaa ku soo haray? Daltu baa ku soo hadhay. Daltu. Daltu markii la yidhi baa waxaa la garan waayey caayntan la gooyey, aliftan isoo cayntii oo go'an maa, cayntan la gooyey asalkii maxay xarakaysnayd? Litanbiih, si loogu baraarujiyo ardayga cayntu xarakadii ay lahayd waxay ahayd ayaa xarakadii caynta fa'da la siiyey. Waxaa la yidhi dacdaas ha laga qaado xarakada ay wadato, soo ma kordhigna? Kordhigga ka qaada, waxaad siisaan caynul kelima xarakadii ay wadatay. Daawula, maxay wadatay? Godaal. U god marka maxay noqotay kelimadii? Duntu. Okay, saama ka warama, saawama bay asalkeed, soo maaha? Sawuma. Waxaa la yidhi taxaraka wadadii intii xaraf mari, taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablaha qulibat lcilatu alifan fasaara saama. Dayib,
waxaa lay taadiha loo tiiriyo kelmaddii maxay noqotay saamtu maxaa kulmay iltiqaau maxaa la jaray aliftii maxaa meeshii ku soo haray sam samtu faaul kalima soo saadka maaha saadku fadxadiisiibuu wataa tadeelna waa wax ku siyaada cayntan la jaray cayntan la jaray xarakadeedii baa la garan waayay maxaa la garan waayay cayntaasi xarakadii asalkii wadatay si loo garto lagugu baraarujiyo waxay ahayd baa maxaa la sameeyey faaul kalima waxaa laga jaray xarakadeedii dabadeedna waxaa la siiyey xarakadii ay cayntu asalkii wadatay kelmaddii maxay noqotay sumtu okay waxaan rabaa marka arday tan ka shaqeeya bas dhimalababa inoo imaan intaa inoogu daaya wuxuu ku yidhi wa in kaana haddii uu yahay markaa facala iyo facila iyo facula baynu ka shaqaynay soo ma intii wadeen la marayna waad garanaysaa marka hore xarfu cillahaa la bedelay hadduu wow ahaana alif baa laga dhigay hadduu ya ahaana alif baa laga dhigay soo ma markaasaa taa u dam waa waddadii koowaad kelmaddii oo inoo ah daala ayaa waxaa loo tiiriyey taadii damiir maxay noqotay markaa daaltu waa waddadii labaad meeshaa maxaa ka dhacay iltiqaau saakinayn waxaa la gooyey aliftii caynta u taagnayd kelmaddii maxay noqotay daltu daltu markay noqotay baa waxaa la garan waayey cayntan maxduufada ma hoos dhig bay wadatay mise godaag wadatay iltibaas baa dhacay soo ma waxaa la si labsiga meesha looga saaro faaul kaliba xarakada ay wadatay kordhiga ka qaada waxaad siisaan caynta go-ani xarakadii ay wadatay oo ahaa ama kordhig ama he hoosdhig hadday kordhig ama kordhig ama godaan afwan kordhigii waa kan ama hoosdhig ama godaan labadaa facile iyo facula wa in kaana haddii uu yahay min baabi facila facila haddii uu ka yimi thulaaiga cafwan facala thulaaiga muctalulcaynka ay hadduu facalo ka yimi wa in kaana haddii uu ka yimi ajwafkaasi min facala facala haddii uu ka yimi nuqirad waxaa loo raraa alxarakatu almujaanisatu xarakada ku munaasabka ay almunaasibatu ku munaasabka lilcayni caynta ila alfaa'i faadaa loo raraa litanbiihi si lagugu baraarujiyo calaa wasmi lficli calaa he cayni lficli caynta ficilka ee almaxduufati go-an hal hiya iyadu miyay tahay waawun aw yaa-un ma wobay himsaya id cille laa faa'idata wax laga faa'iidayaa ma jirto fii naqli lfadxati fadxa rar oo fadxo kale meesheedii u rar lianna awala kulli maadin maadi kasta xaggiisa hore maftuuxun horuu u kordhinaa mihaalu dalika tusaaluhu waxa weeye qultu iyo bictu asluhumaa asalku wuxuu ahaa qawaara iyo wa bayaaca qawaara waa calaa wasni facala bayaaca waa calaa wasni facala marka caynun kalima fadxaa saaran soo ma waana ajwaf oo dhexday ka burtaa laakiin taxaraka fiihimaa waxaa xarakooday xarfu lcillati xarafkii cillada oo ahaa wow marnaya wanfataxa waxaa kor dhigmay maa qablahu wixii ka horreeya oo ahaa marna qaaf marna ba faqulibaa alifan cilladiibaa waxaa loo bedelay alif fasaara wuxuu noqday qaala wa baaca ittasala bihimaa waxaa la xidhiirsamay qaala iyo baacada oo ittasala bihimaa uu la xidhiirsamay ama ittasala bihimaa waxaa la xidhiirsamay taaul faacilu ta'di faacilka aw nuunihi ama nuuntii fasukira waxaa la reebay aakhiruhumaa xaggoodii dambe likaraahati iyadoo la nacayo tawaalii inay isku xigaan arbaci mutaxarikaatin afar xarakaysan fasaara kelmaddii waxay noqotay qaaltu wa baactu faltaqaa waxaa kulmay saakinaani labo reeban
oo ahaa cayntii iyo laamtii fuxudifa alifu alifti baa la xadfay fasaara waxay noqotay qaltu wabictu wabactu dheh qaltu wabactu fajuhilat alcayn almaxduuba cayntii goonayd baa la garan waayey hal hiya waawun mawoobay ahayd aw yaabin ama yabay ahayd fanuqrad waxaa la faray alxarakatu almunaasabatu xarakadii munaasabka ku ahayd lilcayni caynta ku munaasabka ahayd wahiya xarakadaas waxa weeye addamatu godaal fii qaala iyo walkasa toosi fii baaca ila alfaa'i baa loo raray bacda xadfi kadib markii la gooyey xarakatahi xarakadeedii fasaara wuxuu noqday qultu wabictu wamithluhumaa qulna waqulnaa wabicna wabicna okay tanina tii hore kama foga meel yaron bay ku kala duwan yihin ufiirso qaala qaala asalkii maxay ahayd qaawaala horta ajwaf ma tahay oo muctanum cayn ah laakiin cayntaasi maxay xarakaysan tahay fadxo qaacidadii baa la mariyo waxaa la yihi idaa taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahaa qulibat alcilatu alifan fasaara qaala halkaa markii la marayay baa waxaa la yidhi tacdiha loo tiiriyo iyadoo qaalaa baynu tacdi u tiirinay maxaa halkaa ka dhacay waxay reebatay maxay aakhirkii ilaa qaacidada waxay sukina aakhiruhu mudlaqan qaaltu bay noqotay faltaqaa saakinaani faxudifat alalif fasaarat soo rar qaaf kor dhigan laam reeban iyo ta godan soo rar maxay noqotay qaltu maanta baabu facalo weeye faaulkalima oo qaafkaasi way kor dhigantay caynulkalima oo go'nayd oo wowgaasina wuu kor dhignaa wax laga faa'idayaa ma jirto intaad kordhiggeedii ka qaado kordhiggii caynta saar kordhig ka qaado kordhig saar saw gacmadaalin maaha waxaa laga faa'idi maayo waxaa la yidhi xarakadii wowga xarafka la gooyey xarakadii ku munaasabka ahayd meesha ha la geeyo wowga waxaa ku munaasaba damu maa qablahaa soo maaha yadana waxaa ku munaasaba kasru maa qablaha marka y meeshii wowlahaydna waynu fadaynu godi meeshii ya ahaydna fada waynu he hoos dhigi waxaa la yidhi marka qaawaala xarafku muxuu ahaa waaw waw maxaa ku munaasaba damo faaulkalima intaad ka saartaan fadxada saaran xarakadii munaasabka ahayd saara qaala maxay noqotay quntu saamana inay halkan gelaysaan umalaynaya baaca u kaalay baaca asalkeedii maxay ahayd baayaaca horta ajwaf mata oo dhexda ma ka bogtaa oo yadaasi xafcilo ma tahay laakiin waa baabu facala baabu facala qaacidadii mariyo taaraka xarfulcilatu idaa taaraka xarfulcilatu wanfataxa maa qablahaa qulibat alcilatu alifan fasaara hee baaca iyadoo baacadeedaa inoo ah ayaa waxaynu u tiirinay maxay damiirkii aakhirkii baa reebmay kelmaddii maxay noqotay baactu meeshaa waxaa la yidhi iltaqaa saakinaani waxaa kulmay labo reeban labada reebani waa kuwee waa cayntaa iyo eliftaas waa caynulkalima iyo laamulkalima markaasaa layska jaray kan xarfu cillaha ba' kor dhigan cayn reeban ta' godan baa kuu soo baxday kelmaddii maxay noqotay bactu halkaa markaa kelmaddan bayaca cayntan go'an ee asalkii maxay xarakaysnayd fatxo waayahaye fadxadaasi miyaa xikmadi ku jirtaa inaynu intaynu ta fadxada ka qadnata kala saarno maya waxaynu baarannaana waxaa weeye war xarafkan go'ani ma wowbuu ahaa mise hee ya ilaa maanta midna meesha ma yaalleen
waxaa la yidhi kuu ahaa xarakadii ku munaasabka ee ficilaha la siiyo bayaca maxay cayntu asalkii maxay ahayd ya ya maxaa ku munaasaba kasru maa qablaha okay waxaa la yidhi bacdaa intaa ka qaada xarakadeedii tan saara kelmadii maxay noqotay bictu okay naamana inay baabkan galaysaan u malaynaya oo ay ahayd nayama dabada waxaa lahi taxaraka xarfu cilatu wan fataxa maa qabla qurwati cilya fasaara he naama iyadoo sidaasa ayaa waxaa la yidhi haloo tiiriyo ta'dii kelmadii maxay taasaa reebanayd tanay ta'dii reebantay kelmadii maxay noqotay naam tu okay markaasaa waxaa la yidhi iyadoo aliftii maqantahay inoo keen nam tu waxaa la garan waayay marka xarafkaa go'ani wixii uu ahaa ma wow buu ahaa mise he ya asalkii muxuu ahaa ya ya maxaa ku munaasaba kasru maa nuunta intaad korniga ka qaado maxaad saartaa kelmaddii maxay noqotay nimtu taqriiban saa ahayd baa umalaynaya haye qulna iyo bictu iyo bicna iyo bicnaa iyo qulna iyo qultu iyo qulnaa soo isku mid maa okay labadaasi maxay ku kala duwan yihiin marka labadan hadda u dambeeya facila iyo facula iyo maxaan ku idhaahdaayey facala maxay ku kala duwan yihiin mar waxaad baarasaa oo la rabaa in laguu sheego xarakadii ma facilay ahayd oo koosdhig baa meeshan lahaa mise faculay ahayd oo godaal baa lahaa baa laguu sheegayaa waa midda hore marna waxaa la baarayaa xarafkii xarakada waa la yaqaanaa waa facala kordhig buu ahaa ee waxaa la baarayaa ma wowbaa xarafkan go'ani ahaa mise ya buu ahaa waxaa la si loo garto xarafkii ku xarakadii ku munaasabka ahayd halasi wow haddii uu yahayna facda ha laheen godo ilo godaal baa ku munaasabay ya hadduu yahayna facda he ha lahoosto ila ya waxaa ku munaasaba kasro mulaaxada waa fiiro gaara caynu lficli lmaadi caynta ficilka maadi ee almunqalabatu alifan alif laga soo gediyey yucrafu asluhaa asalkeeda waxaa lagu gartaa hal huwa waawun aw yaaun waxaa lagu gartaa bilmudaarici mudaarica kowdhe oo markaad mudaaric ka dhigto wuxuu noqdo iyo wa jamci taksiiri jamcu taksiirka iyo walmaster tusaale ahaan qaala aliftaasi ama asalkii wowbahayd ama maxay ahayd ya soo maaha okay mudaaraceedii u fiirso yaquulu qawalay ahayd marka ila mudaarici baa wow noqday haye qawlan masterkii waa wow aqwaal jamcu taksiirkii waa wow idan qaala alifkeedu muxuu asalkii ahaa waaw mudaaricii bayna tusay masterkii bayna tusay jamcu taksiirki baa tusay haye baaca alifkaasi muxuu asalkii ahaa mudaaricii u celi yabiicu waa ficil mudaaric baycan waa master buyuut waa jamcu taksiir baacana yaabay ahayd wayucrafu kadalika waxaa loo lagu gartaa biisnaadihi ilaa damiiri lfaacil in damiiru faacil oo tiriyo naxu sida daacaa mudaarac ka dhig u tiiri damiirkii daacawtu bes wow ahaa iyo dacwa iyo dacawaad haye ramaa ramaytu ramyun ramyatun sooma tadriib waa layliskii asnidi alafcaala taaliya alaatiya dhe ficilada soo socda waxaad u tiirisaa ilaa damiiri rafcin damiir godaal oo mutaxarikin xarakaysan maca tashkiili lfaai adoo fada xaraka siinaya wa bayaani sababi haddana sababta soo cadaynaya beri baa laydin weydiinaya raama yaruumu inay wowda waa laguu sheegay maala yamiilu xaara yaxaaru caasha yaciishu naama yanaamu radda yaruddu calaa yacluu ramaa yarmi u tiiriya taa damiir iyo nuunti iyo labadii nabi sala allahu wasalam calaa sayidina maxamed.